ولكن حسين الشحات عنده تفصيلة شخصية نفسية لازم يبقى فيه وقفة للجهاز الفني للنادي الأهلي مع التفصيلة دي عشان يعالجها. حسين الشحات لو حضراتكم تركزوا كده مع أداء حسين، بعد أي خطأ أو قرار غلط بياخده في اللقاء حسين بيبعد تماما عن تركيزه، بتهرب ثقته في نفسه ويبتدي بلغة الكرة كده يحاول يبعد يدارى ما يستلمش الكرة عشان ما يغلطش تاني، مع انه ممكن يكون غلط طبيعي جدا، خطأ طبيعي جدا ما يحتملش كل هذه الامور ولا هذه او هذا التصاعد في فقدان ثقته بنفسه. عادي جدا غلط اي لعيب ممكن يكون بيعمله، مفيش مشكلة، بس لا حسين لا، قراراته بعد كده بتتأثر، بيفضل مركز مع الخطأ مش مع اللعب، يبتدي يبعد عن انه يتحمل المسؤولية، يروح ياخد الكرة يستلم الكرة ويظهر لزمايله، وبالتالي بيختفي فيما تبقى من دقائق المباراة، وبالتالي بيكون أول تغييره للمدير الفني بعد هذا الخطأ. فدي نقطة اتكررت مع حسين في أكتر من موقف وأكتر من لقاء، لازم الجهاز الفني للنادي الأهلي يقف وقفة مع القصة دي ويشوف إزاي يساعد حسين فيها، لأن بالتأكيد حسين لعيب عنده من الإمكانيات وعنده من القدرات إنه يقدم مردود أفضل من كده بكتير. واحدة من السلبيات اللي كانت موجودة امبارح وهي سلبية متصلة بقالها فترة، وهي إن مستر موسيماني بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي مش مثبت الرباعي الهجومي، يعني تقريبا انت كل لقائين بتلاقي النادي الاهلي وموسيماني بيلعب برباعي هجومي مختلف، اللهم الا قفشه طبعا اللي برضه مستواه متراجع وعنده احسن من كده بكتير، اللهم الا قفشه بيبقى ثابت، الباقي هو اللي بيتغير دايما، يعني دايما بتلاقي بواليا يا شريف يبقى كويس ويهدف ليه قعد ولعب بواليا، وتلاقي تغييرات في طاهر محمد طاهر والناحيه الثانيه كهربا، وشويه تلاقي وليد سليمان، يعني دايما الرباعي ده في تغييرات كتيره جدا، ودي واحده من اكتر الحاجات اللي عامله او مش عامله انسجام في الخط الهجومي للنادي الاهلي. وده يمكن سؤالنا لحضراتكم النهارده على صفحاتنا صفحات